بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مور رويدة فيشينغ. غنهضروا اليوم إن شاء الله على تقنية السيرف كاستينغ. بالنسبة للمعدات، أول حاجة قصبة، ومن الأحسن تكون فيها ثلاثة ديال القطع وتكون مزيانة بين قوسين كربون وخراسي فوزي. الطول اللي تراوح ما بين 4.20 متر حتى 5 متر. القصبة ما تكونش حلوة بزاف وما تكونش واقفة ما بين وبين. ثاني حاجة الموليني، من الأحسن يكون من الحجم الكبير ويكون حلو في الخدمة ديالو وعنده سمعة مزيانة، وأهم حاجة يكون كيهز بيب كثير. وندوزو للعمارة ديال الماكينة، فيها أحجام وأنواع، كمثال 50 و60، والريس مبتدئ يبدأ بالربعين وخمسة وربعين، جودة مزيانة. راه المسقي دابا ترقيعة، حتى هي انواع واحجام حسب النوع الحوت اللي بغيت تصيد اخي الريس. والصنار كيختلف على حسب الطعم والحوت اللي بغيت تصيد عليه. غار القميم اللي تشحات بلا بيه مسكين يتيم. طندور اللي كيدور، لاستيك المعروف في الماجيك، ستارلايت الا كنتي في البحر بعيد، البيكي ديال القصبة ماشي ديال البرصة، والمقوصة اللي بلا بيهم الرياس حفة والدروسة، والبيل اللي خليك تشوف مزيان بالليل، صبات البحري فوق الحجر الرمى تجري، والويدر دخول في الماء ولكن عندك تغامر. السمك تتسنانا تجيبوا لي ما ياكل، نتمنوا تعجبوا الماكلة ديالنا ويتفاها وياكلها إن شاء الله. إن شاء الله. الآن كما تلاحظ أخي الريس المبتدئ، أسباب اللي خارج من الماكينة، أنا داير 45 اللي هو هذا ماركة ما بيني وبين على قد، اللهم يسر. نديرو القميمة العام أسيدي، دوز كتدخل بحال هكذا خويا، هكذا، هاهي القميمة دخلت، صيفطو القميمة. كنديرو لي حلقة، كنديرو واحد الحلقة بحال هكدا، شفتوها؟ وكنشدوها بهاد جوج صباع، هاهي كما تلاحظو المعلم المباشر، هنا وهنا، كضرب شد، ضرب شد، ضرب شد، ضرب شد، ضرب شد، هادا خويا الريس، ساهل ما يكون، ورك عليه يجي هاد بلاصتو، وقطع الله يدير الخير. الصنارة، الكوشية 03. هاكا ودور وقطر وشنطر، قطع الله يدير يا مسيدي من هنا كما تلاحظون. سلام كان السوق تعرف كيف تخدم فيه، اللهم بارك تعرف كيف تخدم فيه. باقي غنصور خوتي.